كفّي لا أمين شذبيديوك. من الصعب أن أؤمن أن هذه كانت خطة العملية لعدة أسباب. إذا ما كان الهدف خطف قيادي في حماس فهذا كان سيجلب ردا حمسويا وإسرائيل غير معنية حاليا بهذا النوع من الرد. السلطات في إسرائيل تعرف حماس يمكن خطف العدد الأكبر من القياديين في حماس، ولكن هذا لن يغير في مواقف يحيى سنوار في أي صفقة تبادل أسرى، وهو الملف الذي يعيق حتى الآن قضية التهدئة. حينما بحثت إسرائيل عن رون أراد قامت باختطاف مصطفى ديراني والشيخ عبد الكريم عبيد، والأمر لم يغير من مواقف حزب الله في لبنان وأيضا حماس في غزة. لن تتأثر من وجود قيادي وأسير آخر في يد إسرائيل. كانت هناك عملية، أمر ما حدث، خلل ما حدث، لا ندري متى حدث هذا الخلل، هل في بداية أم في نهاية العملية. ربما أن القوى الحمسوية التي ترأسها برقة والذي تواجد في المكان كان هناك بالصدفة، أو أنه كان يرابط هناك وقتل خلال الاشتباك، ومقتله لم يكون جزء من العملية التي من أجلها دخلت القوى الإسرائيلية. هناك أمران واضحان: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم ومقتل قيادي حمساوي بنفس الرتبة، ولكن لا علاقة بأن هوية القتلان تشير إلى هوية العملية. نعم، الآن نتوجه إلى مرسل